زي شاهد شاهد قشطة شاهد عنده شاهد والله يا اختي ما خلوا لي حد حسبنا الله ونعم الوكيل شاهد اسم ابوه ما خلوا لي حبيبي والله كنت عندكم اليوم يا اخي وانا اطلع بديش اروح بديش اروح الله عليهم يا اختي اليهود اللي حرموني من كل حسبنا الله عليهم يقتل حرموني منكم يا والله الطفل هذا استشهد ابوه وامه قصفوهم في تل السلطان في طائره صهيونيه قصفت بيتهم استشهد اخوي ومرته على الفور وضل ابنه هذا كانت امه حامل بالشهر الثامن وانولد يعني مقبول دكاتره يعني لاخر لحظه وانولد واستشهدت امه وضل خواته الثنتين وراح عند دار سيدهم وتدلوا عند دار سيدهم والحمد لله يومهم كمان قصفوا دار سيدهم هي استشهد الطفل بس ضيلات خواته الثنتين مش عارفين ايش وضعهم جابوهم ما جابوهمش لسه لحتى الان تحت الركام.